السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على واحد النقطة مهمة جدا، واللي ما لاحظهاش أغلب الشعب الجزائري، يعني واللي يتابعوا الأشغال نتاع المركب تاع وهران ما لاحظوهاش. وأنا اليوم قاعد نشوف الصور، بعض الصور لاحظت أمر مهم جدا، وأن القاعات نتاع الرياضة اللي تبنات في وهران، القاعة نتاع المركب المائي والقاعة نتاع الألعاب الرياضية نتاع الألعاب الجماعية، في الحقيقة كل قاعة فيها 2 ملاعب. هنا كي نشوفوا في الصورة هذه، هنا نشوفوا الملعب نتاع كرة السلة في نفس القاعة، فيه ملعب آخر نتاع كرة اليد. نشوفوا الصورة الأخرى. إذا كي نروحوا لهذه الصورة نشوفوا بلي الملعب مختلف، وهذا هو ملعب كرة اليد باللون الأزرق والأصفر، وهنا نشوفوا بلي المدرجات جاية تورتور على الملعب، يعني دايرة بالملعب. إذا يعتبر منفصل عن الملعب الثاني، وهو هنايا ملعب آخر، ملعب مختلف، لكن ل2 ملاعب جايين في نفس القاعة. وكذلك بالنسبة للملعب المركب المائي، دوك نروح نشوف الصور نتاع المركب المائي. هنا كي نجي نشوف القاعة هذه تشوف الكراسي نتاعها في المدرجات باللون الرمادي. لو كنا نروح نشوف قاعة واحدة أخرى، هذه القاعة هذه نشوف أنه الكراسي نتاعها باللون الأزرق. إذن بهذا نستنتج بلي كاين 2 قاعات نتاع 2 أحواض نتاع السباحة ذات 8 أروقة، 2 أحواض وبسعة كبيرة. نشوف المدرجات هنايا، في نشوف هنا الكراسي بالأزرق غير موجودة هنا. إذن نستنتج بلي كاين 2 أحواض في نفس القاعة. إذن هذه هي الملاحظة اللي مش يعني مهمة جدا، أنه فيه 2 أحواض نتاع سباحة داخل القاعة نتاع المركب المائي، وكاين بالإضافة إلى الحوض اللي جاي خارج، كاين حوض آخر جاي خارج القاعة، جاي على الهواء الطلق، بالإضافة إلى 2 قاعات رياضية، واحدة كرة اليد واحدة كرة السلة، في القاعة نتاع الرياضات الجماعية. إذن نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.